السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نضيف الاوبن ستريت ماب للخريطة بتاعتي. اول حاجة اعملها ان الكوردينيشن دي بتتحرك معايا اهيت، فانا ممكن اجي هنا واقول له ده انا عايز وورلت، اقول له وورلت فهيجيب لي خريطة للعالم زي ما انت شايف، مفيش تفاصيل يعني، مجرد بس حدود الدولة. فانا ممكن اضيف اللاير بتاعت الاوبن ستريت ماب، فهروح هنا للبراوزر واقول له في الاكس واي زد انا عايز الاوبن ستريت ماب، واقول له ان انا عايز اضيف اللاير. فخلاص بدأت تظهر زي ما انت شايف تفاصيل لكل مكان انت موجود، لحد ما توصل ان انت تشوف الشوارع والبيت بتاعك زي ما انت عايز. وتقدر تغير الاسقاط من هنا، تقدر تختار اسقاط اخر، الابلاي فبيغير لك الاسقاط. في اكتر من اسقاط موجودين متعرفين في البرنامج. وانت عايز تضيف لير هتلاقي هنا ليرات كتيرة جدا زي ما انت شايف، تقدر تقول له انا عايز اضيف WBC او XYZ او WFS.